يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله بأن المشركين يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية، هل هذا الكلام على إطلاقه أم يقال بأنهم ينفونه أصلا؟ نعم، يتوقفون يعني النفي، أما التوقف معناه النفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النصارى يعني يقفون عنده ولا يقرون به، يقفون يتوقفون يعني يتوقفون عن الإقرار به. نعم.